في العدد الثاني من ذكريات الأبطال، قناة البلاد تحاور نجما فوق العادة ورجل اللحظات الأخيرة عمر بطروني. هذا البطل الذي أفرح الملايين من الجزائريين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ما وجد الحق فرحوا بر هؤلاء. وساهم في تتويج فريق القلب مولودية الجزائر بأول كأس إفريقية. بطروني من هناك الآن، بطروني في انطلاقة نتاعو، صاحبه قدامه بطروني يتوقع كثير، بطروني ويسجل روعة. قناة البلاد نقلت شهادات حية وحصرية عن اللاعب. بيرسوناج فوالا ما كاش كيما عمر. ونقلت أمورا كثيرة أخرى تخص حياته الشخصية والكروية. كنت في ستاج ما يزمش كامل تقلقيه ولا هو يعيط ولا والو فيه. كل هذا وأكثر ترقبوه سهرة الخميس ابتداء من 9 مساء على قناة البلاد، فكونوا في الموعد.